السلام عليكم أصدقائي، شلونكم؟ إن شاء الله كلكم زينين أصدقائي. اليوم راح نسوي كنافة عثمانية بالفستق الحلبي. هذه اللي دا تشوفوها أمامكم، شوفوها شلون طلعت بعد ما قطعتها، مقرمشة ولذيذة جدا. فتعالوا وياي حتى تشوفون المواد المطلوبة وطريقة العمل. هاليوم راح نسوي كنافة بالفستق. أول شي عندي هذه كنافة هنا، خليتها يعني نقعت قطعة قماش أو خاولي أو أي شي متوفر عندكم وخليتها بي حتى يعني تصير شوية هشة أو لينة، لأنه تكون عادة ناشفة ويابسة من نشتريها. أحتاج أيضا عندي هنا الفستق الحلبي، احتاج الشيرة او القطر، واحتاج ماء الزهر. هسه راح اطحن هذا الفستق الحلبي واضيف له ماء الزهر والشيرة وارجع لكم. بعد ما كسرت عندي هنا الفستق الاخضر او الفستق الحلبي، هسه راح افرغه واضيف له ماء الزهر والقطر. هذا تقريبا 400 غرام من الفستق الحلبي او الفستق الاخضر، راح اضيف له ملعقتين من ماء الزهر. اضيف له ملعقتين من الشيرة او القطر. وأخلطهم وأتركها على جهة. عندي هنا هذه الصينية، هذه 100 غرام من الزبدة، راح أدهنها بالزبدة أو السمنة أو الزيت اللي أنتو يعني متوفر عندكم. راح ابدي اضيف عليها الكنافة. هذه كنافة ناعمة، هذه ما تصلح بس يعني هذا النوع الحلويات لانه تتكسر بسرعة. شوفوا بدون ما اتعبيها هي دا تتكسر بالايد. احاول اضغطها كلها باليد بهذا الشكل، بعدها اغلفها بالنايلون. واجيب صينية اخرى واضغط عليها قدر المستطاع، واخلي اثقال عليها تقريبا 10 كيلوات اثقال فوقاتها. الاثقال اي شيء انتم متوفر عندكم، مثلا انا عندي اكياس طحين راح اخلي عليها اكياس طحين وزن 10 كيلوات، واتركها لمده 3 ساعات وارجع لكم. بعد ما غطيت عجينه الكنافه لمده 3 ساعات وخليت عليها الثقل، هسه راح ارفع النايلون. هسه احاول ان ادهنها بالزبده او السمنة، اي شي متوفر عندكم يعني سمنة او زبدة. بعدها عندي هنا هذا الفستق الاخضر، احاول افتحه بهذا الشكل واخليه.
او اقدر ارشها عليها يعني مثل ما انتو تشوفوه. انا اشوف هو يعني الاسرع والاسهل بهذه الطريقة، انا افرغ كل الفستق وبعدين ابدي اوزعه بهذا الشكل وبعدين اضغط عليه كله. واقدر انقع ايدي شوية بالماء او بالزيت او بالسمنة وادوس عليها اضغطها. ايضا راح ارش القليل من الزبدة فوق هذه الحشوة وابدي اضيف لها الكنافة. هسه احاول اضغط عليها قدر المستطاع بهذا الشكل واضيف لها السمنة. ارجع اغطيها مرة ثانية بالنايلون واضغط عليها على قدر المستطاع وأخلي صينية ثانية على الوجه وأخلي هالمرة أثقال 15 كيلو أثقال. أي مونة عندكم بالبيت وزنها 15 كيلو، تمن، برغل، شكر، طحين، أي مونة متوفرة عندكم بالبيت يكون وزنها 15 كيلو، تخلوها فوقاتها وتتركوها إلى ثاني يوم، بعدين راح أدخلها بالفرن وأشويها. مثل ما تشوفون بعد ما تركتها تقريبا 12 ساعة خالي عليها الأثقال، خليت 15 كيلو أثقال عليها. بعدها 12 ساعة سخنت الفرن درجة حرارة 180 فوق وتحت، راح أخليها بالفرن وأظل أنتبه لها، ودائما يعني هي داخل الفرن كل مرة أفتح باب الفرن وأحاول ألفها بهاي الطريقة بالفرن إلى أن ما تشقر وأطلعها وأرجع لكم. أصدقائي مثل ما تشوفون بعد ما احتمرت الحلوى اللي سويتها هذا اليوم وطلعتها من الفرن هي ساخنة، وعندي هنا القطر بارد، هذا قطر جهزته قبل فترة وعندي موجود بالبيت. هسه راح أسقيها بهذا القطر اللي عندي أو الشيرة بهذا الشكل، وأحاول أوزع الشيرة أو القطر عليها كلها وأتركها تبرد، تحتاج أن تبرد 3 ساعات، تحتاج وقت إلى أن ما تبرد. راح أجيب الصينية وأخليها فوقها، صينية نفس الحجم أو تريدون غير صينية أخليها فوقها وأقلبها وأخلي قطر على الجهة الثانية أيضا. أحاول أوزع القطر عليها. عندي هنا المزيد من القطر راح أضيفه أيضا، هذا القطر الآخر. دائما من يفضل عندي كله أجمع للقطر أو الشيرة الوقت الحاجة، وراح أتركها تبرد مو أقل من 3 ساعات، تحتاج وقت إلى أن ما تبرد وبعدين أقطعها وأقدمها. بعد ما انتهيت منها وتركتها تبرد هذه الحلويات او البقلاوة، شفتوا قطعت منها قطعة هنا، تحتاجون فقط سكينة شوية تكون حادة حتى تقطعوها،
وحولتها على هذه الصينية أو البورد، لأنه ما أريد يتجلخ عندي صينية البقلاوة، ما أريدها تتجلخ. شوفوا تنقص بسهولة. شوفوا شكلها، شوفوها شلون صارت، هذا شكلها. هكذا هو هذا شكلها. بس اقطعها واخليها بالعلبة او بالصحن للتقديم، وارجع لكم. هكذا اصدقائي انتهيت من تحضير الكنافة العثمانية. أتمنى تعجبكم الوصفة وتجربوها، وألف عافية مقدما، وأترككم بأمان الله إلى أن نلتقي في فيديو آخر. شكرا جزيلا للمشاهدة.